السلام عليكم متابعينا ومتابعات قناتنا نانا شوبينغ اكادير، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم جينا نكتشفوا المنتوجات ديال ماي فيك. صراحه من نهار تحلو في جيت سكن ولا في السالم مشيت عندهم مره واحده، وهذه هي المره الثانيه، وقلت علاش لا ما نجي نبارطاجي معكم. كنت غاده على اساس انني نشوف دي تروك هكا زوينين للمدرسه اللي كيشجعوا الوليدات، بحال كتب ستيلوات شي حاجه هكا باش يشجعوا الدراري على القرايه. المهم غير دي تروك ببساط ماشي شي حاجه، وكانوا عاجبيني عندهم شي منظمات، وقلت ما ربنا نلقاهم، وقلت علاش لا ما نصورش ومن طون نوريكم الميزات اللي كاينين ونبارطاجيهم معكم. كما كتشوفوا جيت نوريكم هنا ستيلوات، انا صراحه هادو علاش كنت كنقلب اللي وريت لكم دابا، الثمن ديالهم 25 درهم. كنت بغيتهم على حساب وليداتي الصغار باش كنشجعهم في القرايه. وهاد لي بغوص هادو البنات بغيت نشكرهم لكم، صراحه راه زوينين، راه كيخدموا حتى الخدمه ديال المساج، ننصحكم بهم. ماشي هادو الاولين اللي وريت لكم، هذا ما كانت. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الجوله. والناس اللي غيسولوني فين جات ماي في، كاينه في جيت ساكن بالضبط في المهم في السلام بالضبط في جيت ساكن. مروه راه معروفه تما، مروه في جيت ساكن، كتهبطوا داك الشارع نيشان وغادي تلقاو ماي فيك. هاد الفيطات قبل ما نقول لكم الله يعاونكم، نقول لكم هاد الفيطات تاهما زوينين، ننصحكم بهم لان جربتهم كيطلعوا غزالين وكينشفوا مزيان وما كيتحببوش ويكونوا حرشين. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، ولا عجبكم الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليوا لي تعليق ديالكم، لان صراحه تعليقكم هي المحفزه بالنسبه ليا. وشكرا للتتبع ديالكم، وخليكم حتى الفيديو المجيد ان شاء الله.